وافقت لجنة محافظة الفروانية بالمجلس البلدي في اجتماعه الأخير برئاسة محمد المطيري على طلب تحويل القطعة الخامسة من منطقة خيطان من سكن خاص إلى استثمارية. وقال المطيري على هامش الاجتماع إن اللجنة وافقت على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة عبد الله المبارك مقابل القطعة التاسعة.